السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات بي اتش بي. في الفيديو اللي فات عرفنا السنتكس الاساسي بتاع البي اتش بي وعرفنا ازاي اوامر الطباعه المختلفه وجربناها مع بعض. في الفيديو ده هنتعرف على الفاريبلز، هنعرف يعني ايه فاريبلز وهنعرف ازاي نستخدمها. فيلا بينا نبدا. variables عبارة عن container للداتا اللي انا عايز اعرضها لليوزر. بمعنى السترينج اللي احنا كتبناه المرة اللي فاتت ده طبعناه زي ما هو، طبعناه بالدبل كوت زي ما هو. طب نفترض ان انا عايز اخزنه عشان اعمل عليه عمليات معينة، بخزنه في ذاكرة عشوائية او ذاكرة مؤقتة عبال ما اعرضه لليوزر. ده معنى ان انت يبقى عندك variable ككونتينر، فانا بستخدم الداتا دي بعدين عشان اعرضها لليوزر. تعال عشان نفهم نجربها، هنكتب هنا php زي ما اتعلمنا في الفيديو اللي فات. لو انت مشفتش الفيديو اللي فات ارجع شوفه وبعدين كمل الفيديو ده. هنكتب هنا php و هنعرف ازاي نعرف الـ variable. منتهى السهولة هتعمل دولار ساين علامة الدولار الموجودة اللي هي كنترول 4، وهتكتب اي اسم انت عايزه. انا هكتب مثلا name equal السترينج اللي انت عايزه. تمام، هكتب وليكن كود بوكس ومنساش سيمي كولون. طيب هعمل متغير تاني اسمه age مثلا، اي انتجر وليكن 15 سيمي كولون، واعمل هنا float متغير اهو، وليكن 1.2 وسيمي كولون. تمام، ورحت على البراوزر عملت ريلود هلاقي الصفحة فاضية. ليه؟ لأن هي مجرد داتا اتخزنت في الذاكرة، أنا ما استدعيتش الداتا دي، فبالتالي مفيش حاجة في الصفحة. طيب عشان استدعيها هروح أطبعها. طب أطبعها ازاي؟ منتهى السهولة، أنا هروح هنا هقول له H1. فاكرين الجملة اللي احنا طبعناها المرة اللي فاتت؟ هنقول له ايكو، هنقول له ويلكم، هنطبع المتغير اللي اسمه نيم ونسيف. هنروح نشوف هيقول لي ويلكم كود بوكس. المتغير اتخزن في الاستورج عندي او في الذاكرة، في الذاكرة المؤقتة. انا رحت استدعيته وعملت له طباعة. تمام، تمام. هروح استدعي بقية المتغيرات، اقول له مثلا محمد has وطبع، اقول له بقى ايكو، اقول له بي اتش بي ايكو عشان اتأكد انها هتشتغل مع كل اوامر الطباعة. ايكو ايج، تمام، وسي هلاقيه طبع لي الامر زي ما هو. طيب اروح اطبع المتغير التالت، بي اتش بي برنت المرة دي فلوت، اروح الاقي طبع لي المتغير الثالث. بكده انا عرفت ان المتغير هو حاجة او كونتينر بيخزن الداتا في ذاكرة عشان بعد كده استدعيها. طيب ده فايدته ايه؟ فايدته باختصار احنا هنتعامل مع داتابيس. طب اتخزن في الداتا دي وانا بستدعيها
هضطر اخزنها في متغير عشان اقدر اعمل عليها عمليات. طيب وبكده ده كان الدرس بتاع النهاردة هو الـ variable. أتمنى يكون درس بسيط ويكون فهمته، ولو حد عنده أي مشكلة أو أي حاجة عايز يفهمها ياريت يسيبها لي في الكومنت تحت وأنا هرد عليه. أشوفكم في الفيديو الجاي.